قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم، وفي قراءة آثارهم بالجمع، والأغلال التي كانت عليهم، منها يقول أهل العلم منها الصيد يوم السبت كان محرما عليهم، الدية محرمة عليهم، القاتل يقتل ما في حل ثاني، عندنا في شرعنا لا ينتقل إلى الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، كان إذا أصاب الجلد شيء من نجاسة قطع الجلد عندنا يغسل، كما قال الله تبارك وتعالى في أمره المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، في صحيح مسلم قال قد فعلت قد فعلت. فهنا كذلك يقول ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأنه جاء صلوات ربي وسلامه بالحنيفية السمحاء كما جاء في الحديث، وقال لي أبي موسى ومعاذ يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وقال البراء لو رأيتم تيسير النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الدين دين اليسر، دين السماحة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع، أكمل من شريعة موسى وأكمل من شريعة عيسى وأكمل من شريعة نوح وإبراهيم، لأنه ختم الله بها الشرائع، لأنه آتاه كتابا مهيمنا على الكتب كلها أي التي سبقته،